مشاهدينا بفقرة تشيرش ومع دكتور ميشيل عبس أمين عام مجلس الكنائس الشرق الأوسط عبر تطبيق زوم. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. الله يقويكم، شكرا لوجودك معنا عبر زوم. دكتور، الله يحفظك. البيان الصادر عن مجلس كنائس الشرق الأوسط حول العدوان المتمادي على الشعب الفلسطيني وتحديدا على قطاع غزة، وامبارح للأسف الشديد تم الاعتداء وقصف ثالث أقدم كنيسة بغزة كمان، يعني العدو ما عم بيوفر لا مستشفى لا جامع لا كنيسة، يعني ما عم نعرف شو عم بيصير. كحضرتكم مجلس كنائس الشرق الأوسط، شو هي يعني شو فيكم تقولوا لهالعالم يلي ناطر أعجوبة إذا فينا نقول ليخلص هالعدوان؟ يعني اليوم نحن بعصر العلم والمعرفة والتواصل، الأعجوبة بتكون هي بالوعي عند الناس. ما في ضل الناس بهالشكل هيدا، في جنون استشرى بهالمنطقة، هو مستشرى من زمان بس هلأ عم يبلغ ذروته، يمكن بعد تكون في ذروة أعلى من الجنون والخطأ بالتصرفات. بقى بدأ الناس تعقل وترجع لربها وتخاف من آخرتها، وما بقى يعني ضميرها يتحرك، ترفق بغيرها، تفكر انه في ناس ما قالوا ذنب، ما لازم ادفعهم تصرفات غيرهم الى ما هنالك. نعم يعني بس انه الوضع صار مش طبيعي. بعدين صح. بعدين صار واضح انه يعني ما نزل بالبيان تبعنا، هيدي مش ردة فعل على فعل، هيدي صارت عملية إبادة. اول ما حطينا إبادة من يومين ثلاثة في ناس كثير سألونا انه مزبوط إبادة؟ لا صحيح، حملة إبادة، وبلشوا هلأ بالغرب يستعملوا كلمة إبادة. صح. كل اللي عم يتحركوا ضد اللي عم بيصير على أرض فلسطين على أرض غزة عم بيسموها إبادة. صحيح. Extermination، جينوسايد. صحيح. يعني ما معقول بقى. صحيح. يعني بدها تقف شي مطرح، ولا فيها تكفي بهالشكل؟ لأنه في إلا ما إلا سقف، ما بعود إلا سقف، يعني ممكن منطقة كلها تحترق ببعضها. وفي كتير سيناريوهات عم ينعملوا، سيناريوهات عسكرية وسياسية تنذر بما هو أسوأ ومخيف للمستقبل. نعم نعم دكتور، حتى كمان يعني العدو عم بي فينا نقول عم بيتخبى وراء انه هو منه ماضي على اتفاقيات جنيف، وبالتالي هو منه معني ابدا بحمايه يعني عدم القصف على الكنائس وعدم القصف على المستشفيات وعلى المدنيين، يعني لهيدي الدرجه صار في تمادي. طيب واقع المسيحيين الموجودين بغزه بالمناطق النزاعيه بالقدس يعني بالمناطق المقدسه، شو عم بيوصلكم اخبار من واقع المسيحيين هون؟ نحن عم نتواصل معهم دائما، نحن عندنا مؤسسات هنيك، المجلس في دائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين، عندها دوائر بكل هالمناطق هيدي. نعم. عم نعرف عنهم بالتواتر، في منهم عم نقدر نتواصل معهم، منهم عم نتواصل معهم عبر ناس تانيين قادرين يتواصلوا عم يحكوا معهم شخصيا. الناس كلها بحالة هلع، حتى بالضفة الصيفة، مش بس بغزة، بالضفة الصيفة تتوسع، يعني ضفة الغربية الأسهم محيطة وإلى ما هنالك، وبغزة طبعا الخراب معروف هو. المسيحيين مثل كل هالناس تهجروا، وفي منهم حاولوا يلاقوا ملجأ في الأماكن المقدسة مثل كنيسة قديس بورفيريوس اللي هي عمرها 1500 سنة، واللي كانوا لاجئين لها فلسطينيين من كل الانتماءات الدينية. صح. مش بس المسيحيين، وضرب جنبها وتضررت الكنيسة وتجرحوا الناس وتضرروا كمان. ما بعتقد انه لا الطيران ولا القذيفة ولا الرصاصة بتعرف مين هو شو تتوفر حدا وتقصد حدا. عم يكون الضرب سواسية بجميع الناس وعم يتعرضوا كلهم مع بعضهم. صحيح. طبعا المسيحيين بغزة كتير كتير قليل، يعني ما بيتعدوا 1000 شخص في منطقة غزة كلها سوا، عندهم مؤسسات كتيرة، بس في كتير منها قسم الضرر وفي خايفين قسم الباقي الضرر كمان. وبس هذا الدليل على انه اذا كان اعتبرنا انه دوله الاحتلال عم تحارب مجموعه معينه سياسيه ذات انتماء ديني او خلفيه دينيه معينه، ما عادت ورد المعيار هيدا، لانه صار الاذى على جميع الناس. وبالتالي من الواضح ان الاستهداف يطال كل من هو مقيم على هذه الارض
وبالنسبة لهم يجب إلغائه من هذه الأرض. صحيح صحيح. دكتور عبس، حضرتكم يعني كمجلس كنائس الشرق الأوسط أكيد عندكم علاقات دولية مع مؤسسات دولية مع منظمات دولية، يعني قادرين توصلوا لهل إذا فينا نقول صانعي القرار، لأنه كمان في دول عم تدعم للأسف هذا الاحتلال، ما عم بيكون عندكم أي اتصال أي ما بعرف يعني لعن جد حماية مثل ما حضرتك ذكرت مش بس المسيحيين ولكن حماية الشعب الفلسطيني اللي عم تعرض للإبادة؟ طبعا نحن بالحقيقة جزء من منظومة عالمية اسمها الحركة المسكونية. نعم. ونحن المرجعين العالميين الكبار لنا هن مجلس كنائس العالمي والأكت ألايانس أكشن أوف تشيرشز توجذر، يعني اللي هي اليد التنموية لمجلس كنائس العالمي. نعم. وتمنيت من أول الناس كانوا اللي عملوا بيان حول الموضوع وشجبوا هذا الأمر واخذين الموقف ذاته نحن وياهم بدون ما ننسق مع بعضنا. وقت كتبنا البيان نحن كان عم يصدر بيانه، بعدين فاجأنا أنه كثير المحتوى قريب لبعضه. نعم. لأنه نفكر نفس الشيء، هن عندهم طريقة كمان يعنوا ويضغطوا، بس قدراتنا للضغط الحكومة محدودة لأنه نحن مؤسسات إنسانية ودينية. صح. لنا شركات اقتصادية ولنا مصالع أسلحة ولنا مجموعات مصرفية ولنا أحزاب سياسية. بقى أكيد الكنائس اللي هي جزء من المنظومة العالمية هلأ كمان بفعل اللي قاله الموازي والفاتيكان موقفه كمان أنه بدأ تأثر عالميا على الرأي العام، عشان هيك الرأي العام بدأ شي تغير برا. صح. صار في شوي تحول بالرأي العام. أول كم يوم كان أنه الفلسطينيين مذنبين اقتصوا منهم، بعدين تبين أنه هذا ما عاد اقتصاص من مجموعة معينة مسلحة قامت بعمل معين، وما بدنا نفوت ليش قامت فيه أو لا، هذا شيء تاريخي وكل الناس بعرف ليش. صحيح. بس صارت القصة أنه لا، هذا الشعب يجب أن يباد، أنه يكون في قافلة لاجئين هربانة من أماكن القصف إلى أماكن قالوا له هربي لألا، هذا الطريق آمن روحي منه، وتروح القافلة وتقصف على الطريق، هذا ما عاد، هذا صار إبادة واضح. صحيح صحيح. هيك صار بالأرمن والسريان والروم تاريخيا بمناطق الأناضول وشمال المشرق الأنطاكي، انه يجوا على مستشفى في 1000 شخص بخراج المستشفى بالارض تبعه يضربوا ازيفه روحوا في لا عده الاف عفوا روحوا 1000 قتيل، هذا ما عاد انه هدف عسكري، هذا واضح انه هذا مستشفى يكون فيه بالمستشفى. صحيح. وانه كمان مدارس الأرض ضربوها، وامبارح ضربوا مجمع حد كنيسه سانت بورفيريوس بغزه وضرروا الكنيسه اللي هي منعتها كنائس فلسطين والشرق الاوسط. واضح انه الشغله ما عادت في حسابات سياسية وراها، في أهداف سياسية واستراتيجيات بعيد المدى، كانت نايمة ناطرة، إجا الوقت المناسب عم بنفذوها بهالشكل هيدا. بس الظلم اللي عم يصير بهالناس مش طبيعي، الألم ما نحاول يعني ما يجري هناك يفوق كل تصور وكل عقل، ما يجري هناك غير طبيعي لا بالمعيار الإنساني والمعيار القانوني والمعيار الإلهي إنه هذا شيء مقبول. عملية إبادة هيك إنه براميل عم تنزل على الناس، ما بعرف يعني. يعني كمان هلأ دكتور عبس كنت عم بقرأ إنه حتى المستشفيات جراء نقص الإمدادات صارت عم تستعمل الخل لتطهير الجروح، وهيدا شيء يعني ما بيقبله ما بعرف المجتمع الدولي، يعني انه هو اللي يدعي حقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه، وين هي كلها من هالمجزره اللي عم بتصير بهالقطاعات الموجوده، قطاعات حيويه اللي هي لازم تساعد الناس الجرحى والقتلى والشهداء وغيره، يعني بغض النظر عن انتماءاتهم. دكتور ميشيل، بكلمه اخيره للمجتمع الدولي، شو بتقدر تقول لهالمجتمع الدولي اللي ما بعرف اذا حاضر وعم بيشوف شو عم بيصير بالشعب الفلسطيني؟ للاسف المجتمع الدولي شيطان اخرس، الساكت عن الحق شيطان اخرس. المجتمع الدولي صار مجتمع نفاق بقسم كبير منه، طبعا باستثناء المؤسسات اللي عم تتعامل معنا وعم تتعامل مع الوضع الانساني، طبعا مش كله المجتمع الدولي، بس المجتمع السياسي الدولي منافق، بطلعونا قوانين وأنظمة ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل ورعاية الناس ورعاية المعوز واليتيم و بنفس الوقت بيودوا أسلحة لكيان احتلالي يفتك بالشعوب بشكل بدون ضمير وبدون تمييز، بفهم يكون حرب عسكر مقابل عسكر، وإنه يروح فيه شيء بسموه collateral damage، يتأذى مدنيين
بس وتصير الحرب على المدنيين ما عادت حرب من عسكر لعسكر. صحيح. مجتمع الدولي لازم يخزن من حاله بعدين، ما عاد شيء تاني يقوله. لا يمكن بطل يعرف ما هو العار، ويمكن بطل يعرف ما هو الشرف لكي يعرف ما هو العار. صحيح. للأسف. شكرا دكتور ميشيل عبس لوجودك معنا اليوم عبر تطبيق زوم، امين عام مجلس كنائس الشرق الاوسط، على امل اكيد يعني الحل يكون قريب وهالالام تزول عند الشعب الفلسطيني. مشاهدينا ننتقل لفقره انفايرمنت مع شو هي الحلول بفصل الشتاء وتفادي الفيضانات.